متابعينا الكرام، مشاهدينا الاعزاء، انتقلنا من مرحلة هجن اصحاب السمو الشيوخ وبدينا بمرحلة هجن ابناء القبائل التي تتحرك باول اشواطها الرئيسية لفئة الابكار لإذاع المحليات. الاصايل المسافة المقررة 5 كيلو مترات والتأهيل للمراكز الأولى من كل شوط لأبناء القبائل. على البركة نرحل مع المركز الأول ونتابع منحاف سعيد بن سهيل بن دليوي من يقدم منحاف وراشد بالمركز الأول. المركز الثاني فهنا ملوح المبارك بن محمد بالحب العامري، والمركز الرابع أو الثالث الشاهينية خليفة بن حمد بن سليم. أما المركز الرابع الشايب عبد الله بن عبيد بن صليج الاجتبي، والمتابعة من المركز الخامس الخليفة بن سالم بن محمد بضبيعة. والمركز السادس نشوف شعار أبو محمد، شعار سيف العلي بي كليب، من يتقدم في هذه اللحظة ويتواجد أيضا مع الريف بالمركز الأول. الآن غير إلى المركز الأول. طيب بنكمل الإذاعة وبنرحل إلى المركز، نشوف المركز الرابع الخليفة بن حمد بن سليم الخامس اللي هي مواري راشد بن مطر بن محمد بالضبيعة. والمركز السادس الشايبة عبد الله بن عبيد بن صليج. أما المركز السابع فتأتينا الضبي راشد بن سيف بن عبد الله بن سيف الشامسي. والنقلة التالية إلى شعار الخيارين، إلى شعار سيف الخيارين يتقدم بالمركز التاسع. والمركز العاشر فهنا ملوح لسلطان بن عبد الله بن دبيثان أو الرباعة. هذه العشرة المراكز الأولى مشاهدينا الكرام. تابع يلي بتتابع أو راقب يلي بتراقب، أو هذا شعار المراقب، هذا شعار المراقب بنسميه سالم بن محمد بالضبيعة، لأنه يراقب من على قرب، يراقب المراكز الأولى والأشواط ويتابع طريقه مع الشاهينية. مع الشاهينية مدونة عندنا باسم عوض بن ناصر بن حمود المالكي اللي خذت المركز الأول والمركز الثاني فهنا من حافظ سعيد بن سهيل بن دليوي. والمركز الثالث الشاهينية خليفة بن حمد بن سليم. أما المركز الرابع الريف سالم بن علي بن راشد بن كليب الاشتبي. والمركز الخامس فتأتينا مواري راشد بن مطر بالضبيعة. نقلة تالية يا بن معدن. شوف المركز السادس هاي اللي تير الشوط، تير المسافة ير. هاي بكرة الشامسي، هذه بكرة الشامسي راشد بن سيف بن عبد الله بن سيف الشامسي على ظهر الظبي، فعل الظبي ماله مثايل، متميزة في كل ميدان، حازت على شوط الأصايل والشوط كله نعم أزحام فيه بعد يقول الشاعر زحمة. طيب ناخذ المركز السابع تنظيم سيف بن محمد بن زايد الخيارين، والقادم شعار أبو نواس، هذا علي بن عبد الله أبو نواس على الشاهينية، على ظهر الشاهينية. وحد بيقترب أيضا حمد بن سليم، والقادم أيضا راعي مصيحة هلال بن سعيد بن هلال الظاهري، وعندنا اللي هي العملة محمد بن خلفان بالعامري. هذه الأسماء، ما أدري الناموس وين، على أي شعار موجود، يتواجد بيروح بالناموس، بياخذ التأهيل الأول والناموس الأول. ما أدري يا بن معدن حلل وياي الشوط، تحليل نبغي تحليل على حق الشوط. ما أدري بنحلل احنا كمراقبين الناموس وين بيصير، بالضبيعة عند بن دليوي وعند الليل هناك بن سليم. هذه الجماعة الموجودين هل بيتركون لهم المجال للمتأخرين ولا بيونهم؟ الله أعلم. ما يوصلون هذه الصعبين، أنهم يعني هذه الخوف منهم عند كيلو متر يوم يكونون في المركز العاشر وتشوف سماهم وشعاراتهم يتخوفون منهم اللي في المقدمة. الحين هم مسيطرين،
على الموقف، على الموقف بن سليم وبالضبيعة وبن دليوي. أظني الناموس إلى الهباب، أظني الناموس ما بيصير، لا بيصير نزوة ولا بيصير المدام. أظني هنه بيتم هني هالهباب، الناموس بيتم في الهباب، من الهباب وإلى الهباب، من الهباب وإلى الهباب. الناموس ما بيصير، ما يطيع بو راشد، ما يطيع بو راشد. الله، بو راشد خلى رقم 8 على ركابك كله، أنت على سيارتك رقم 8 على ركابك كله، خلى رقم 8 بيكون معروف، بيكون معروف معروف بدون شعار. نعم، ولا الشعار رقم 8، خلى كله 8 على 8 على يعني المراكز الاولى. ناخذ المركز الثاني، هذا بن سليم الشاهينيه، الخليفه بن حمد بن سالم بن سليم، والمركز الثالث بالضبيعه. حد بيوصل من الجماعه؟ وصلنا نحن لوحه الاعلان، وصلنا لوحه الاعلان في شوطنا الرئيسي. الله بالعامر يهاجم، يهاجم مع العمله، العمله محمد بن خلفان بالعامري، بالعامري. ولكن عاد وين صعب، يقول لك المثل، الخف على الخف محين، الخف على الخف محين، صعب يعني انهم هيلاك يتنازلون، هيلاك بعد اعصيهم قوس، اعصيهم قوس يا بن معدن. روح بنشوف، بنشوف بن دليوي، بنشوف بن دليوي، بنشوف راعي، راعي راعي من حاف، راعي من حاف. يا سلام يا سلام، هذا اللي يطربنا، هذا اللي يطربنا، ما شاء الله. يطرب اللي ما يطرب براشد، نعم، يمتع اللي ما يستمتع بالركض. اي الهباب، اي الهباب، ويشوف من حاف، يشوف من حاف، طارت مع الطيور وعصاها قوس. قلت لكم من الهباب الى الهباب، ما قلنا لكم من الهباب الى الهباب. الناموس بيتم بالهباب، بيتم بالهباب مثل ما توقعنا، مثل ما توقعنا. شوف الهباب، ما ادري عاد وين يسكنون، في الهباب الجنوبي او في الهباب الشمالي، منطقتين، هم منطقتين في الهباب الشمالي، في الهباب الشمالي. سلام سلام عليكم يا اهل الهباب، صباح الخير، صباح الخير يا اهل الهباب. محمل على ظهر منحاف وعصاها قوس، عصاها قوس ابدا ما تحركت، لو عصاها قوس ما تيها. روحها بالسير مهتمه، هي لي بالوصف نعنيها، زعفران الشابي تشمه، وفرح فرح 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 بن دليوي ابن ناموس والمضمر ايضا خوزت همه. صباح الخير. والله عصاها ابدا ما طلعت. ركز يا منير على العصا، ركز يا منير يا مصورنا، تريا. لا خلاص، وفيتي وكفيتي، خدتي الناموس والتاهيل والسلام، وكعوايدها دائما وابدا. نهني سعيد بن سهيل بن دليوي ثاني بالعامري، وصلنا العمله مع محمد بن خلفان بالعامري، والمركز الثالث فهنا خليفه بن حمد بن سليم، والرابع هلال بن سعيد الظاهري، والخامس فهنا الرباع سلطان بن عبد الله بن ميثان. هذه النتيجه مشاهدينا الكرام، متابعينا الاعزاء. نهني سعيد بن دليوي على الفوز.